عالم المعلومات، طريق المعرفة. سمكة نابليون، السمكة الجميلة اللي بتلفت النظر ليها لو شفتها تحت البحر. حياتها بتعتبر غريبة جدا، وغرابتها بتيجي من كونها بتقدر تغير نوعها من أنثى لذكر في حالات محددة، هنعرفها في حلقة النهاردة. سمكة نابليون وسبب تسميتها بالاسم ده ومواصفاتها الشكلية المميزة جدا هنقولها لحضراتكم في تقرير النهاردة، وهنتعرف على كل ما يخص سمك نابليون، فتابعونا. سمك الترباني أو سمك نابليون أو كيدميات نابليون أو سمك كيدميات ماوري، كلها أسماك لسمكة نابليون اللي بتعتبر واحدة من أكبر الأسماك المرجانية حول العالم، وأجملها بسبب ألوانها المميزة. بينتشر سمك الترباني في المحيطين الهندي والهادي من البحر الأحمر لجنوب إفريقيا وجزر تواموتو. يفضل سمك الترباني العيش في منحدرات الشعاب المرجانية ومنحدرات القنوات المائية وشعاب البحيرات الساحلية، وبيتواجد في عمق بيوصل لمئة متر. وسبب تسميته بالاسم ده لوجود حدبة على جانبيه بتشبه قبعة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت. بيشتهر سمك الترباني بأنه من أجمل الأسماك وأكثرها فخامة، ومن أول نظرة تقدر تميزه من خلال الشفة الكبيرة والسميكة وشكل الرأس المميز، وبيكون موجود خطوط متعرجة زرقاء على الرأس ومقدمة الجسم. سمك الترباني عنده عيون بتدور 360 درجة تقريبا، يعني بيقدر يكشف جميع الجوانب حواليه ورؤيته بتبقى ممتازة. عنده أسنان مسننة بتنقسم لمجموعتين، المجموعة الأولى بتكون أسنان صلبة مندمجة في منقار بيشبه منقار البغبغان، وبيقدر بيها يأكل أي فريسة مهما يكون جسمها صلب. والمجموعة التانية من الأسنان بتكون بلعومية وبتساعده على سحق أي فريسة. لونه زي ما قلنا بيكون مميز، فالذكور بيكون لونها بين أزرق فاتح وأخضر أو أرجواني أو أزرق باهت، أما الإناث فبتكون ألوانها أحمر وبرتقالي من فوق ولون أبيض غامق من أسفل. طوله ووزن سمك الترباني متنوع، فطوله بيبدأ من 60 سنتيمتر وبيوصل لأكتر من مترين، أما الإناث فطولها مش بيتجاوز 100 سنتي، والحد الأقصى لوزنه هو 191 كيلوغرام. بيتغذى على الرخويات والأسماك وشوكيات الجلد وقنفذ البحر والقشريات واللافقريات. كمان بيقدر يأكل الحيوانات السامة بسبب امتلاكه شفة سميكة بيمتص أشواك الكائنات البحرية السامة، وأسنان بلعومية قوية بتساعده على تكسير القشور الصلبة زي اللي موجودة في نجم البحر. بتعرف سمكة نابليون بأنها من الحيوانات الذكية، وده لأنه بيساعد بعض الكائنات البحرية زي الهامور وتعابين البحر في الصيد، والمساعدة بتكون باستخدام لغة الجسد زي الحركة بطريقة معينة أو الإشارة بالرأس لأعلى أو لأسفل. من قدرات سمكة نابليون المميزة إنها عندها القدرة على تحويل جنسها من ذكر لأنثى في حالة محددة، فمعظم أسماك نابليون بتتولد كإناث وتستغرق حوالي من 5-7 سنين لحد ما توصل مرحلة النضج، أو إنها تقدر تبيض وتتكاثر. وفي حياة سمك نابليون لازم وجود ذكر مهيمن على المنطقة اللي بتتواجد فيها حتى لو بيعيشوا بمفردهم، والذكر ده بيقوم بالتزاوج مع الإناث الموجودين. وفي حالات كتير مش بيتواجد الذكر في المنطقة، وفي الحالة دي بتقوم الأنثى بتغيير جنسها لذكر عشان تهيمن على المنطقة وتتزاوج مع الأسماك الأصغر منها. مفيش وقت محدد لتزاوج سمك نابليون، بس اللي بيحصل إن الذكر بيطلق البويضة المخصبة اللي بتاخدها الأنثى وتفضل في بطنها لمدة أشهر، وبعد كده تبيضها وبتطلع على سطح البحر، وبمجرد ما توصل للسطح بتخرج صغار الأسماك اللي بتعيش بمفردها بعد كده. بيوصف سمك الترباني بأنه من الأسماك المنعزلة وبيعيش في الغالب لوحده، وبينشط خلال النهار عشان يدور على الأكل، وبيرجع بالليل للكهوف البحرية اللي بيعيش فيها، ولما بيتعرض للمطاردة من أي سمك مفترس بيغوص في الكهف بتاعه بمهارة. في أي رحلة غطس ممكن تشوف سمك نابليون بيتجول في الشعاب المرجانية. كمان هو معروف بين الغواصين إنه سمك فضولي ولطيف معاهم جدا،
من الأسباب التانية اللي خلت سمك نابليون من الأسماك المهددة بالإنقراض، وإنه كمان دخل القائمة الحمراء شديدة الخطورة عليه، هي الصيد الجائر للسمك. ده غير استخدام مركب السيانيد في الصيد، والمركب بيتسبب في موت الشعاب المرجانية اللي بتعيش فيها أسماك نابليون، عشان كده انخفضت أعداد السمك بنسبة 50%. كان معاكم رشا رجب.